يعني ما انتبهوا لا جماعه ولا مجلس بلدي ولا ولايه ولا 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 كان السند الوحيد ديالو، السند الوحيد ديالو هو ولاده وبناته، هما اللي كانوا كيساندوه ويوقفوا معاه من اول رمق حتى لاخر رمق. والجيران الله الحومه ديالهم ما عمرها دار، كانوا دائما كيسولوا فيهم ومحترم، رجل محترم والله يرحمه ويوسع عليه. خويا الله يوالو برحمه الله سي احمد الصعري صديقنا واخ ديالنا وعز ديالنا، الله يوالو برحمه الله. كان هو نعم الاستاذ، كان هو نعم الصديق، كان هو نعم الرفيق، فدرسنا على يدو، خدمنا معاه في اعمال، كان مسير كإداري لنا، كان بزاف سي احمد الصعري الله يوالي برحمه الله. انا لله وانا اليه راجعون، ماشي غير هو، تنساو بزاف الناس، وهذا هذا مشكل اخر ماشي وقته نهضروا عليه، فالميدان الفني خصو دعم اخر وقوه اخرى. ان شاء الله كيف كنقول لك الله يرحم سي احمد الصعري، كان الاب ديالنا روحي، الاب لكل فنان الكبير والصغير، كان صديق، كان خادوم، كان مطيع، كان ما كانش كيرفض الطلب ديال اي واحد كبير وصغير، كان رجل مناضل، كنتي فاش ما احتاجيتيه كتلقاه، يعني ما عمرنا غنلقاو بحال هذاك السي احمد الصعري، ما عمرنا ما غنلقاو الاب ديالنا. حنا ضاع لينا الاب ديالنا من غير الاب الفنان، ضاع لينا الاب ديالنا. رحمو ويوسع عليه، والله يتجاوز عنا وعليه، والله يغفر لنا ولاه، الله يجعل ربي يرحمه في النار، هذا ما يمكن يتكال. من الناس المناضلين الكبار، كان عنده فضل انه كان تكلف بالاداره ديال المسرح البلدي لمده سنوات، يمكن نقولوا بكل تواضع لانه كان اول ممول واول منظم الحفلات والجولات داخل المغرب، سواء الاجواق للجانب الموسيقي او الجانب المسرحي. بالنسبه للنقابه فهو كان من الناس المؤسسين، يعني احنا مجموعه الناس اللي اشتغلنا باش ناسسوا النقابه، ولكن المجهود اللي كان كيدير سي احمد الصعري الله يرحمه، حتى واحد فينا ما يقدر يوصفه او يحدد الكلمه فيه، هو مشى عند الله. دابا كاع واخا كاع اش خصنا نديرو، دابا انا تنقول السيد يعني فرحاته يعني ما كاينش شي فنان اللي تقدر يتكلم لك على سي احمد الصعري ويشير ليه بشي حاجه اللي تضر، مع العلم انه عنده تبارك الله عائله الوليدات، عنده وليدات كثار، مغلوب في الزمان، مراته غير جالسه في الدار، ولكن عمره ما تيشكي، تيمشي على رجليه، يعني بكل اختصار المجهود اللي دار في انشاء وتحقيق نقابه محترفي المسرح عنده فيه واحد الفضل، وعلى يدي تكون واحد العدد ديال الفنانين، ساعد الناس، الله يرحمه، كان ممثل عنده واحد الوقت وعنده واحد المكانه في قلوب الناس، كانت واحد الشخصيه سميتها فينيدا. الى ذلك اشتغلنا جميع في المسرح ديال الهوات، وكان كذلك من المناضلين في المسرح ديال الهوات، الله يرحمه. شكرا على حضوركم، وش غنقول لك اللي غنقوله في حقه غادي يكون قليل، الله يرحمه ولي برحمه الله ويصبر وليداته ويعطيهم العوين، وهما محتاجين العوين، محتاجين العوين، الله يعاونهم. رحم الله الفنان المقتدر السي احمد الصعري، الاب والاستاذ ديال العديد من الفنانه. السي احمد الصعري خصنا نقولوها وبصدق بصراحه، عنده فضل كبير على جميع الفنانين المغاربه، بالاخص منهم اللي في مدينه الدار البيضاء، وخصوصا من اللي تقلد المهمه ديال النقابه الوطنيه لمحترفي المسرح. فكان كيجري معنا فين ما كانت شي تظاهره ولا شي مناسبه ولا شي مهرجان، كيكون هو الاول، فين ما تيكون شي فرح ولا شي قرح، المرحوم احمد الصعري كيكون معنا. الله يرحمك سي احمد في هذا النهار هذا، ونسال الله الصبر والسلوان للعائله الصغيره ديالو والعائله الفنيه كامله والجميع المغاربه، عزاؤنا واحد سي احمد الصعري رحمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، حقا تلقينا خبر وفاه
الحاج احمد الصاريب واحد الاسى وبحزن كبير. سمنا عسى ان اقول على السي الحاج الله يرحمه ويوسع عليه، اولا بعدا عزاؤنا للعائله ديالو الصغيره والكبيره، والله يرحمه ويوسع عليه ويجعله من اهل الجنه ويغفر ليه ويغفر لجميع المسلمين. الحل الوحيد، الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول انا، ولكن بمراره وبكل صراحه، هذا الفنان هذا لم ينصف في حياته. يعني نحن خاصه انا كنتاسف، لان كانت عندي معاه واحد العلاقه طيبه جدا، وتعاون معايا بزاف في المسار الفني ديالي، خصوصا في المسار المسرحي. وبكل صراحه ما تنصفش هذا الراجل، وانا لله وانا اليه راجعون. الاسم ديالي حسن وعرب، كنعمل كمحافظ عام في مسرح الحي، وكان الفضل كيرجع للاستاذ ديالي الكبير المرحوم احمد الصعري اللي رباني وتربيت على يده، وهو اللي دخلني لهذا الميدان، رغم انني انا كنمارس مهنه التعليم، فالفضل كيرجع ليه. كل ما تعلمته في هذا الميدان اللي هو المسرحي، وصلت بخير وعلى خير، ولقي اللي وصلت ليه داخل مجموعه مسرح الحي ولا داخل مجموعه الفن المغربي كان على يده. قنتو للتلاميذ، والدعاء اللي كيتسنى مني هو انني هاد الدعاء اللي كنعطيه لي دابا راه حتى جميع التلاميذ اللي تمرنوا وتعرفوا على الضياء، فانا اثرت عليه الضوء، اثرت واحد المجموعه، والله يرحمه مسكين ويوسع عليه ضيقات القبور، وكان متواضعا وظل متواضعا ورجل متواضعا ومات متواضعا رحمه الله. السي صاري الله يرحمه كان فنان، بغض النظر على انه فنان، كان خدوم جدا، كان نقابي خدوم 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 جدا، الله يرحمه ويوسع عليه. ولا نزكي على الله، ولكن نظنه يدخل في فيما قال فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث ديالو هناك: سيحشر يوم القيامة قوم من أمتي على منابر من نور، يمرون على الصراط كالبرق الخاطف تشخص منه الأبصار، لا هم بالأنبياء ولا بالصديقين ولا شهداء، إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. نظنه كذلك إن شاء الله، الله يدخله في الفردوس الأعلى يا رب. اش غادي نقول في حق هذا الراجل الطيب الخدوم اللي ما عندناش منه جوج، الله يرحمه ويوسع عليه، إنسان طيب، وكان خدوم جميع الفنانة، الحمد لله السمعة ديالو طيبة، والله يصبر وليداته ويصبرنا عليه، والله يرحمه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المرحوم السي حمد الصاري واحد من كبار الناس الذين اشتغلوا في حقل الدراما، مسرح، تلفزيون، سينما، بل وتجاوز الأمر كونه ممثل فقط، بل هو رجل تدبير إداري جيد للغاية، ورجل من الذين القلائل الذين استطاعوا أن يصنعوا واحد ثقافة في ظل غياب إمكانية ثقافة تنظيم الجولات المسرحية في المغرب والجولات الفنية عموما، وله مساهمات متعددة في الكثير من الأعمال الدرامية سواء مسرح أو تلفزيون أو سينما عالمية، شارك فيها ممثلا وشارك فيها مدبرا للإنتاج وإداريا، إضافة إلى هذا الحضور المتميز للمرحوم حمد الصعري كمناضل نقابي، كرجل سعى كثيرا إلى توحيد صف المهنيين الدراميين، وقد توفق في أن يكون أحد رواد تأسيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية منذ أكثر من 25 سنة، رحمه الله وأسكنه فسيح جنته، وألهم أهله وألهمنا جميعا جميل الصبر وجميل السلوان.